بسم الله، شو مع بعض. حاجة جميلة في الأوتوكاد اسمها بارامتريك. دي أدوات بتسهل على الشغل، يعني مثلا لو أنا عندي لاين بالشكل دوت وفي لاين تاني عايز أخلي الضلع دوت عمودي على الضلع دوت، بختار من هنا إن هو يبقى عمود عليه، أقول له خليه. هو الفكرة كلها بقى إن ده بقى مرتبط بدوت، فأول ما أقول له روتيت، بص هتلاقي ده مصر على القاعدة نفسها إن هو عمود عليه، يعني هاي كده مثلا هتلاقي ده عمود على ده، بقى في رابط بينهم، تمام؟ في علاقة بينهم. ممكن نرسم لاين تاني مثلا أهوت، أقول له خليه موازي دوت. فأي تعديل في دوت، طريقة مثلا روتيت موف أي حاجة، هتلاقي الاتنين بيدوروا عليه، واحد عمودي معاه وواحد موازي ليه، تمام؟ فده بيسهل على شغل حاجات كتير. طيب خلينا نجرب حاجة تانية، إن أنا هعلم هنا وأقول له أنا عايز أشوف المسافة تحتك قد إيه، تمام؟ أو ممكن أقيس بقى لاين، تمام؟ الفكرة كلها إن أنا بيبقى ليا حرية التعديل فيها ل6 في أي وقت، عايز أخليه 9 مثلا خلاص يكبر معايا، تمام؟ ممكن استخدم الزاوية ديت، ممكن استخدم الالايند دايمنشن الالايند زي ما انا عايز، تمام مثلا. طيب يعني خلينا نجرب برضو حاجة كمان، لو انا قلت له ريكتانجل وقلت له خلي ده عمود على دوت، طيب هقول له بقى اعمل لي ده موازي، هتلاقي ان المستطيل كله لف معايا، تمام؟ طيب الحاجات دي وانا شغال كده هترخم عليا، ممكن اقول له هايد اول يخفي لي كل المشاورات ديت، او اقول له ديليت لو انا مش هستخدمه، انا اسف هايد اول اهي من هنا، هايد اول ديت بتاعت ده ماشي، هايد اول اقفلهم كلهم، اقول له شو اول يبدأ يزرهم كلهم.